أحمد البخيت بيسيطر على كرته، يرسل الكرة للأمام، لكن حارس المرمى أنطوان الدويهي اللي هو طبعا كابتن المنتخب أسود الرافدين، المنتخب الذي قدم عرض كبير في مباراة الأولى أمام لبنان. كرة ترسل للأمام سهلة عند حارس المرمى، ضربة ركنية للعنابي، الكرة بتلعب عالية وحارس المرمى أنطوان الدويهي اللي هو طبعا أطول لاعب في أرضية الملعب. كرة ملعوبة، حالة من الترقب والانتظار، الكرة بتلعب عالية عرضية، خروج موفق من حارس المرمى، الكرة بتعود مرة أخرى للأمام العالية، انطلاقة ممتازة عرضية، كرة يا سلام على تسديدة قوية جدا، محاولات والفرص الثالث في الطريق، مرور الله على هشام العلي، أبي في اعتقادي بأنه رائع ويكون أروع لو سجل الثالث، التسديدة لكن حارس المرمى فرصة، هذه كرة الثالث، كرة الثالث عرضية لكن حارس المرمى، حارس المرمى متواجد، حارس مرمى ممتاز، خطير الآن هشام العلي، تمريرة الثالث، الثالث الله على التسديدة، يسيطر بشكل أكبر على رغبة الانتصار، الله جزاء حاضرة للمنتخب العراقي، أخطأ الدفاع، الكرة خطيرة، الثاني مرت كرة الثاني، أخطأ دفاع المنتخب اللبناني لكن لم يستثمر هذا بنقلة داخل المنطقة، لكن أقرب إلى أنطوان أيضا حارس المرمى، يلعب كرة أمامية عراقي ملعوب، الكرة خطيرة داخل منطقة الجزاء لكنها مرت وعدة، يعني ما أدري هل في تصنيف أو لا، إلا القرعة تجرى بناء على تصنيف، حاولة التقدم والمرور، نقلة بينية مثالية عرضية مرت وعدة، مرت حسين أيمن رزيك محمد علي علي رعد وأحمد فرحان تشكيلة المنتخب العراقي، العراق تتقدم بهدف مقابل لا شيء، التقدم الذي كان حاضرا في شوط المباراة الأول، إلى محمد علي، محمد علي عبود نقلة خلف الدفاع، ملعوبة الكرة، العرضية الماضية وصلت سهلة إلى حارس الوسط الميدان، الآن تدوير الكرة ما بين لاعبي المنتخب اللبناني، والضغط يأتي للمنتخب العراقي، أنطوان بمبدأ الأمان حارس المرمى ينقلها أمامية مقابل واحد، ومن طاجيكستان بخمسة مقابل واحد، ركلة ركنية للمنتخب العراقي خطيرة، حارس المرمى أنطوان يمسك في اللقطة، كرة ملعوبة خطيرة داخل منطقة الجزاء، مازال تسديدة أقرب وسهلة، بنقلة بركلة حرة ثابتة، ملعوبة للمنتخب العراقي، ترسل ساقطة أقرب إلى حارس المرمى أنطوان، من الطرف الأيسر للمنتخب العراقي هجوم آخر، العرضية مثالية في أحضان أنطوان، خطيرة ممكن الثاني الثاني الثاني، وبرافو من الطرف الأيمن، بعرضية خطيرة ولكن أنطوان يمسك أيضاً،